فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في السابق كان المرمى للجمرات صغيرا، وبعد التوسعة أصبح كبيرا جدا، فهل الحكم واحد؟ هذا غلط. لا، كلامك هذا غلط. لا، ما وسع الحوض، ما وسع، لكن وسع المحجان اللي يسمون المحجان اللي روح الحصى للحوض، يعني تضعها كذا وتدحرج تروح للحوض، ما في بأس. نعم، فاللي وسع هو ما فوق، ما وسع ما فوق الحوض من أجل أن يذهب الحصى معه ويستقر في الحوض. أما الحوض نفسه ما يجوز توسعته، لأنه مشعر، ما يجوز أن يزاد في المشاعر. نعم.